بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله راح نبدأ بالمحاضرة الأولى من مادة هندسة الأسس Foundation Engineering. وبداية نبدأ بالسيلابس المنهج. الفصل الأول راح نتناول بـ Site Investigations and Soil Exploration اللي هو تحريات الموقع واستكشاف التربة. وبهذا الفصل إن شاء الله راح نتناول التعريف عام للأساس، ثم تصنيف الأسس، وبعد ذلك راح نتناول الـ number of boreholes، ثم depth with type of methods of drilling، ثم ننتقل إلى sampling and types of samples، ومن بعد ذلك الـ samplers، ثم نختم الفصل إن شاء الله بالفحوصات الحقلية الـ in-situ tests، ثم ننتقل إلى لمحة بسيطة عن الـ geophysical exploration، ثم كتابة تقرير جيولوجي. هذا هو ما راح نتناوله تقريبا بالمحاضرتين القادمة. انتقل للفصل. طبعا المصادر اللي راح نعتمدها عندنا هندسة الأسس تأليف الدكتور يوسف الشكرجي والدكتور نور المحمدي، Principles of Foundation Engineering باراخ داس كتاب مشهور، Foundation Analysis and Design 5th Edition أيضا بولز أيضا كتاب مشهور، وممكن أنه تستفادون من الـ Basic of Foundation Design by Flinnes، ممكن هذا أيضا تستخدمه. الفصل الأول راح يتناول تحريات الموقع واستكشاف التربة اللي هي Site Investigations and Soil Exploration. عندنا أول المقدمة مالتنا راح تناول تعريف عام عن الأسس. ما هو تعريف الأساس؟ Foundation is that part of structure was in direct contact with the ground and transfers loss to the soil strata. يعني وذلك الجزء من المنشأ الذي يكون بتماس مباشر مع التربة ومسؤول عن نقل الأحمال، أحمال المنشأ إلى طبقات التربة. الأسس بصورة عامة، Foundations are generally classified into two types in accordance with DF over B ratio. هاي الراتيو هي نسبة العمق إلى عرض الأساس. الدي اف هو depth of foundation. يعني إذا شفنا هذا المخطط إنه depth هو بداية من الناتشرال جراوند ليفل منسوب الأرض الطبيعية to the bottom of the foundation إلى أسفل الأساس. أما في حالة الركائز فيكون أيضا من natural ground level to the bottom of pile. هذا هو الدي اف. اما البي هو عرض الاساس، وعاده هو the small dimension، يعني البعد الصغير. اذا قلنا هذا الاساس هو عباره عن بي في ال، فالبي هو يمثل لنا العرض الصغير. كذلك في حاله البايل، البايل عاده تكون عباره عن جروب، عن مجموعه، ان شاء الله ندرسها بالفصول القادمه. البي هي المسافه من سنتر الركيزه الى سنتر الركيزه، المسافة طبعا البعد الأقل. خلينا نجي نشوف انه حسب هاي النسبة if d sub f or df over b is equal or less to، يعني أقل أو تساوي 2، هذا نصيح له shallow foundations، يعني أسس سطحية على سبيل المثال such as single or sometimes we call it isolated footing، wall footing، strip or continuous footing، combined footing، and raft or mat footing. بالمناسبة تشوفون انه لفظة footing مذكورة ولفظة foundation ايضا مذكورة. عادة الاسس السطحية يعني shallow foundations نطلق عليها كلمة footing، يعني نقول wall footing، نقول isolated footing، نقول combined footing and so on وهكذا. لكن الفاونديشن هي كلمة أعم، فإذا أردنا نخصصها نخصصها حسب هاي النسبة. أما في حالة أنه الدي اف على البي أكبر من 2، فهذا راح نصيح له ديب فاونديشن، فهنا يعني يظهر عندنا مصطلح الفاونديشن. على سبيل المثال للديب فاونديشن هي البايلز الركائز، البيرز الدعامات، والكيسنز القيسونات اللي عادة تستخدم في البحار، يعني المنشآت البحرية المارين ستراكتشرز. اوكي ننتقل للسايت انفستيجيشنز اللي هي تحريات الموقع. الغرض من تحريات الموقع طبعا
احنا عادة من نروح ممكن ان ننشئ يعني منشأ، وبالتالي نحتاج ان نتحرى عن الموقع، او ممكن المنشأ ايضا موجود يعني منفذ، فايضا يحتاج الى تحريات للموقع. خلينا نشوف تحريات الموقع for new structures، يعني المنشآت to be built up، يعني نريد ننشأها. اول شيء selecting type and depth of foundation، اكيد احنا من نريد نقيم منشأ وبالتالي نحتاج ان نعرف طبقات التربة، وهذا ما درسته بالمادة ميكانيك التربة soil mechanics بالمرحلة الثالثة. فبناء على خلينا نقول طبقات التربة راح نحدد الـ depth of foundation، يعني الطبقة اللي راح نخلي عليها الأساس. فالنقطة هاي الأولى هي selecting type and depth of foundation، اختيار نوع عمق الأساس. طبعا أني نانا تشوفون إنه كاتب بالعربي بعض يعني الشيء بعض الأمور، يعني أشوفها إنه حتى تسهل عليكم الفهم في حالة إنه توفر لكم وقت. النقطة الثانية determining soil bearing capacity، هذا إن شاء الله راح نتناوله بالتفصيل. soil bearing capacity اللي هي قدرة أو قابلية تحمل التربة، يعني هاي التربة إيش قد إلها قابلية على تحمل لود بناء على a certain foundation، على a certain foundation type، يعني نوع أساس معين. النقطة الثالثة prediction of settlement، نحتاج أن نتنبأ أو نخمن أو نحسب الهبوط المتوقع نتيجة الأحمال المنشئة. establish the groundwater table depth، نحتاج أن نحدد أو نتعرف على الwater table depth اللي هو عمق المياه الجوفية. النقطة الأخيرة provision against construction problems، يعني تقديم احتياطات لتفادي مشاكل التنفيذ. يعني أحيانا إحنا نروح يعني خلينا نقول يصفى قرارنا على انه نخلي الاساس على عمق 1 متر نفترض، لكن اذا طبعا نخليه على هذا الطبقه قويه، لكن بعد هذه الطبقه ممكن يعني يصادفنا طبقه ضعيفه، وبالتالي نحتاج ان نخلي احتياطات. فهي المقصود بها الفور اكزيستنج ستراكشرز، المنشات اللي منفذه او مقامه ايضا نحتاج ان نتحرى موقعيا عنها. investigating the structure safety، هل انه هذا المنشأ امين او غير امين؟ امين من اي ناحيه؟ من الناحيه الجيوتكنيك، جيوتك يعني هل انه ممكن اذا تعرض الى احمال اضافيه قد المنشأ يعني ما نقول عليه ان يعني ينهار، وانما يصير فشل بالتربه، فنحتاج ايضا ان نتحرى عن الاساس. ثانيا prediction of settlement، سواء حاليا current or in future، يعني نحتاج أن أيضا نتوقع قيمة الهبوط الحالي. عادة بالترب الطينية، لأنتم مثل ما تعرفون الترب الرملية من ننشأ عليها المنشأ، بعد ما يكمل المنشأ نقدر نقول أنه تقريبا يعني لربما 95 إلى 99% أنه الهبوط استقر، يعني بعد ما يحصل عندنا زيادة بالهبوط. لكن بالترب الطينية القضية تختلف، لأن وجود عملية الكونسوليديشن، عملية الانضمام بالترب الطينية اللي هي الانضمام بصورة يعني خلينا نقول إذا نريد نسهلها، هي عملية خروج الماء من أو من بين حبيبات التربة الطينية، لأن التربة الطينية عبارة عن صفائح، وبالتالي الفويدز هاي الفراغات اللي موجودة بين الترب الطينية صغيرة جدا، وبالتالي المعامل النفاذية الكينوت إذا تذكرون يكون قليل جدا. الكينوت قليل جدا لأن ما بيها فويدز كبيرة بحيث أنه تسهل لنا أو تسرع لنا عملية بذل المياه، وبالتالي يعني تاخذ وقت حتى يتم بذل المياه. وعملية خروج المياه من بين جزيئات التربة الطينية راح تسبب انضمام أو هبوط بهذه الحبيبات وتقاربها مع بعضها البعض. لذلك تشوفون أنه بالتربة الطينية عملية الهبوط أنه يحتاج فترة كبيرة، يعني حتى بعد تنفيذ المنشأ يمتد لسنوات. هذا هو الفرق. عملية تخمين
أو توقع قيمة الهبوط الحالي والمستقبلي. هذا هو المقصود بالمستقبلي خصوصا للتراب الطينية. النقطة اللي بعدها determine the foundation remedial actions. هنا عندنا يعني حقيقة كودا نتخذ إجراءات، وهاي الإجراءات عادة هي عبارة عن تقوية للأساسات، يعني وبالتالي نقوي ممكن، يعني احنا تقوية الأساس يعتبر نوعا ما إنشائيا، لكن تقوية التربة شو يعتبر؟ جيوتكنيكيا، يعني ممكن أن نحقن التربة وبالتالي يعني نزيد من البيرنج كاباسيتي مال التربة، أو ممكن أن نعرض الأسس يعني زيدنا المساحة وبالتالي اللود راح ينتقل على مساحة أكبر من هالنوع، اللي هو تعتبر خلينا نقول إجراءات لتقويم الأساسات. النقطة الأخيرة إنه determine the possibility of structure heightening، يعني تحديد إمكانية تعلية المنشآت القائمة، يعني هل ممكن إنه نزيد هذا المنشأ، ممكن أن نضيف طابق آخر، أو ممكن أن يعني بناية خلينا نقول سكنية نحولها إلى بناية تجارية أو مخزنية، هل بالإمكان؟ هاي يحتاج يجينا مهندس جيوتكنيك يقول لنا إنه هل الأساسات تتحمل؟ هل التربة قابلة أن تتحمل هذا اللود الإضافي؟ إضافة إلى مهندس إنشائي structural engineer حتى يقول لنا هل إنه السقوف، هل إنه الأعمدة، هل إنه الأساسات إنشائياً إنه تتحمل هاي الأحمال الإضافية. هذا المقصود بها. الـ site investigation also can be done for highways and airfields، يعني للطرق والمطارات. يعني شنو الفائدة؟ يعني إنه ليش نتحرك؟ نشوف location of the highway or runway in both vertical and horizontal directions، يعني توقيع قطاعات الطريق أو الممر في الاتجاهين الأفقي والرئيسي. بعد ذلك locate and select the suitable borrow material for subgrade، أيضا نحتاج إنه التعلية للطريق ممكن نسوي embankment أو ممكن نسوي cut أو fill، فبالتالي نحتاج إنه نشوف المواد المناسبة لطبقة أساس هذا الطريق أو المطار. النقطة الثالثة إنه determine the time and need for subgrade treatment، هل إنه نحتاج يعني تحديد مدى الحاجة والوقت الكافي لمعالجة طبقة الأساس، يعني إذا صار عندنا في يعني خلينا نقول خسف في منطقة معينة، هل هي نتيجة التربة أو نتيجة إنه وجود مياه، فبالتالي نحتاج أن أيضا نتحرى موقعيا ونوجد العلاج. Design of ditches and culverts and their location، يعني نصمم الخنادق اللي نصرف بيها مياه أمطار اللي عادة تكون بالطرق السريعة على الجوانب، لأن تعرفون الطريق إنه بي كروس سلوب، يعني سلوب جانبي مائل، وبالتالي إنه مياه الأمطار راح تتصرف إلى القترات، ومن القترات ممكن أن تنزل يعني بشوت، ومن الشوت تروح للديتش، وهذا الديتش هو ينقلها إلى باوندينج أريا، يعني منطقة تصرف إنه هاي المياه. أما الكلفرتس اللي هي العبارات الصندوقية اللي ممكن أيضا نستخدمها أن نمرر مياه، عادة تكون تحت الطرق أو تحت العوارض، أو ممكن أن نمدد أنابيب، مثلا أنابيب نقل نفط أو مياه إلى آخره، وبالتالي إنه يصادف وجود الطريق يعني كأوبستكل كعارض، فبالتالي ننشئ هاي البوكس كيلفرتس حتى نمرر من خلالها هاي الأنابيب. الجزء الآخر هو soil exploration، يعني استكشاف التربة. الغرض من استكشاف التربة أولا lay out of bore holes، يعني انتو تعرفون انه ما احنا من نروح ونشوف التربة نحتاج ان نعمل شيء ما يعرف بالحفر الاختبارية. الحفر الاختبارية هي عبارة عن حفرة تتم من خلال الريج ماشين، ان شاء الله هسه ناخذهن. الريج ماشين هي عبارة عن آلة بريمة تحفر لأعماق معينة، ممكن قد تكون عمق 20 متر 30 متر، وعادة عمق هاي تكون تتراوح من 15 سنتين إلى لربما توصل يعني قطر بايل ركيزة اللي هي لربما 50 سنتين إلى آخره. فاستكشاف التربة راح يكون يعني الغرض من عنده lay out of boreholes، يعني وين نخلي مواقع هاي البوريهولز، performing test boreholes، انه تنفيذ شلون ننفذ هاي البور هولز، يعني
شلون الريج ماشين راح تبدأ بالحفر. ثم المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة المهمة collecting samples at the desired depths of the boreholes for observation, classification, يعني تجميع عينات التربة عند الأعماق المطلوبة للتصنيف والملاحظة والاختبار. يعني مثل ما تعرفون من ناخذ العينات التربة ناخذها للمختبر، وبالتالي الغرض من عندها أن نعمل لها تصنيف، نعمل لها شير تيست، فحوصات القاص إلى آخره، محتوى الرطوبة سيف أناليسيز إلى آخره. It can be performed by implementing the following methods، يعني هذول الثلاثة أو خلينا نقول هذا soil exploration ممكن أن ننفذه بالطرق ذول الثلاثة. طبعا يجب أن يكونوا بالترتيب، يعني soil borings أو bore holes، ثم بعد يعني عملية إنشاء هاي الحفر الاختبارية، ثم بعد ذلك soil samplings أخذ عينات من التربة، ثم بعد ذلك نجري الفحوص، إما الفحوص الحقلية in situ tests or طبعا لها اسم آخر field test، الفحوص الحقلية، يعني الفيلد هي حقل، أما الانستيتيو يعني موقع أو بالموقع، أو إنه ناخذ هذه العينات إلى المختبر ونجري الفحوص المختبرية. عادة إنه تؤخذ العينات إلى المختبر وتجري الفحوص المختبرية، إلا للضرورة أو للتأكد نجري الفحوص الحقلية. أما سبب إنه نجري الفحوص الحقلية موقعيا هي اللي يعني بسبب الديستربنس، ان شاء الله هسه راح يعني ناخذها ونتكلم عنها، اللي هي اخذ العينة من التربة لا يمثل التربة بحد ذاتها. والسبب لان اخذ العينة تعرض الى التشويش اثناء النقل، اصبح يعني كانت تحت ضغط، يعني مثل ما تعرفون انه على اعماق معينة اذا قلنا انه العينة على عمق 5 متر، فالديبث الأربعة متر أو هذا عفوا الخمسة متر هو عبارة عن إجهاد ستريس، لكن من استخرجناها وديناها للمختبر أصبح الإجهاد عليها صفر، وبالتالي تصرف التربة يكون مختلف. لذلك أحيانا نضطر ولغرض التأكد ولضمان النتائج أنه نجري الفحوصات الحقلية. وأيضا الفحوصات الحقلية عيوب إن شاء الله نتكلم عنها. الجزء الأول هو soil borings or bore holes، يعني الحفر الاختبارية. هنشوف شنو تعريفه. It's a procedure of advancing a hole into ground in form of vertical, inclined or horizontal hole for obtaining soil or rock samples to determine the engineering properties thereof. يعني هي عملية حفر أو عمل حفرة في الأرض، إما تكون شاقولية عمودية أو مائلة أو أفقية حسب الحاجة، للحصول على عينات تربة أو عينات صخر حسب طبقات التربة. الغرض من عندها to determine the engineering properties. الانجينيرينج بروب هي الخواص الهندسية. الخواص الهندسية يعني على سبيل المثال نحتاج نعرف تصنيف التربة، نحتاج نعرف الأتربرج البروبرتيز، نحتاج او ليميتس، نحتاج نعرف مثلا الشير سترينث للتربه، نحتاج نعرف الاورجانيك كونتنت الى اخره من هاي، الووتر كونتنت الى اخره من هاي الامور. اما طريقه انشاء هاي الحفر الاختباريه تكون عاده بادوات و يعني خلينا نقول ماشينز. هنشوف methods of advancing boreholes or drilling methods، يعني طرق الحفر. أول طريقة اللي هي الطريقة البسيطة وخلينا نقول عليها الرخيصة الثمن والسريعة بنفس الوقت هي trial pits or test pits. هنشوف تعريفها. A pit is dug by hand using shovels or with a machine such as backhoe. This method can provide excellent shallow depth soil stratigraphy. طبعا هاي الطريقة هي طريقة سريعة أو سهلة ورخيصة، وأيضا تعطينا انطباع عن طبقات التربة، لكن مو دائما ممكن يعني نستخدمها بالموقع. على سبيل المثال نشوف هاي الصورة،
انه احنا ممكن نسويها بالشفلز. الشفلز طبعا نقصد به هذا اللي احنا نصيح له بالعاميه الكرك الشفلز، او الباج هول. الباج هول اللي هي الحفاره، هاي الحفاره اللي ممكن ان نستخدمها. فاذا حفرنا، انه لعمق مترين او 3 مترات، فبالامكان ان نشوف هاي الطبقه مثلا طينيه او بها اعشاب او بها جذور نبات. هاي الطبقه ممكن ان تكون سلتي كلاي، يعني طين مغرين، يعني شلون الطمي يصحوا له، او هنا مثلا تربه طينيه لا. فنقدر انه نصنف طبقات التربه، وبالتالي نقدر ناخذ من كل طبقه عينه ناخذها للمختبر، نشوف ايش قد نسبه الرطوبه، ايش قد المحتوى المواد العضويه، ايش قد ممكن انه نفحص على سبيل المثال الدايركت شير سترينث الى اخره. هنشوف الادفانتج والديس ادفانتج لهذه الطبقه. Cost effective يعني من ناحية المال الاقتصادية. Provide detailed information on stratigraphy يعني توفر لنا معلومات تفصيلية عن طبقات التربة. Large quantities of disturbed soils are available for testing. عندنا كميات كبيرة ممكنة. طبعا disturbed soils or samples هي الترب المشوشة أكيد، لأن احنا من حفرناها بعثرنا الهيكل، مو مثل ما كانت تحت إجهاد معين. يعني شوفوا انه هاي الطبقة كانت تحت اجهاد هذا الدبث، دبث دي او اتش في جاما لكل طبقة، فحاليا اصبح الاجهاد صفر فشوشناها. لكن ممكن ان نختار يعني عينات ونجري عليها الفحوصات المختبرية. النقطة الرابعة، large blocks of undisturbed samples can be carved out from the bits، يعني ممكن انه احنا هنا نجري عملية حفر وننشأ حفرة ونختار عينات غير مشوشة. Field test can be conducted at the bottom of the bit، هذا هو البوتوم اوف ذا بيت، وبالتالي ممكن ان هنا نجري فحوص حقلية. هنشوف الديس ادفانتج، الديبث ليميتد تو اباوت 6 متر، اكيد احنا ما نقدر نحفر اكثر، طبعا حسب التربة، يعني ممكن انه زيادة الحفر بعمق اكثر من 6 متر قد تنهار وتسبب لنا اضرار ومشاكل. الديب بيتس ان ايكونوميكال، يعني اكيد الحفر العميقه تكون غير اقتصاديه لان وقت وجهد وكلفه الى اخره. اكسكافيشن بلو جراوند ووتر اند انتو روك ديفيكولت اند كوستلي، يعني الحفر تحت، يعني لو كان هنا مياه جوفيه فاكيد راح يكون الحفر صعب، واذا كانت هاي الطبقه صخريه ايضا الحفر يكون صعب ومكلف نوعا ما. Too many bits may scar site and require backfill soils، يعني انه اذا سوينا هنا حفره وهنا حفره وهنا بيت وهناك بيت، فاكيد راح يكون عباره يعني خلينا نقول الموقع عباره عن حفر، وبالتالي تحتاج الى backfill يعني دفن مره اخرى. الطريقه الثانيه الهاند اوجرز، الاوجرز هي عباره هاي الاشكال الاوجرز يعني هي براين، فممكن ان نستخدمها ونحفر بها يدويا وبالتالي ناخذ من عندها العينات. These are tools used to quickly create a hole about 100 millimeter، يعني هذا الهول 10 سنتيم الى 25 سنتيم. The soil can be inspected and undisturbed samples are taken for lab test، ايضا ممكن ان نفحصها موقعيا ونختار عينات غير مشوشه. ايضا هي رخيصه وما تحتاج او ما تعتمد على المنطقة أو طبيعة التربة. portable منقولة أو محمولة ممكن أن ننقلها، يعني هاي ممكن أن تنقل يعني ممكن أن ننقلها بالأيد. used in encased holes اللي هي ما راح نستخدم الكيس، طبعا الكيس هنا مثل ما قلنا أنه زيادة الدبث ممكن يعرض الجوانب الى الانهيار، وبالتالي نستخدم البايب، هاي البايبات السليفات ندخلها حتى تسند لنا الجوانب. Ground water location can easily be identified and measured، يعني المياه الجوفية، موقع المياه الجوفية ممكن بسهولة ان نحددها ونقيسها. Disadvantage ايضا limited، تحتاج الى عمال اكيد حتى يتعاونون.
على الحفر. عينات ممكن أن تكون يعني ناخذها فقط من التراب الطينية اللي هي تكون ضعيفة السوفت، لأن الهارد كلي صعب أن ناخذ من عدة عينات. cannot be used in rock، ممكن نستخدمها بالتراب الصخري أو الستيف كلايز أو الدراي ساند إلى آخره. الطريقة الثالثة هي الباور أوجرز تراك، اللي هي عادة نفس البريمة لكن انه يعني تكون مربوطة بمطار، والمطار هو يعني خلينا نقول يتولى الأمر. mounted and equipped with continuous flight augers the bore that bore a hole من 10 سنتيم إلى 25 سنتيم كقطر كان هذا solid or hollow stem، يعني هذا ممكن أن يكون مجوف، هذا البريمة ممكن أن تكون من داخل مجوفة أو solid. quick الادفانتج كويك تستخدم بدون ان نسند الجوانب الحفر. عينات غير مشوشه ممكن ان نحصلها بسهوله. ممكن ان نحفر حتى بالمد. جراوند ووتر لوكيشن كان ايزلي بي ايدنتيفايد، ايضا ممكن بسهوله ان موقع المياه الجوفيه ان نحددها. ديز ادفانتج هي محدده ل 15 متر، بعدها يكون غالي ومكلف وصعب. السايت must be accessible to motorized vehicle، يعني اكيد اذا عندنا وحل هاي الماكينه ما ممكن توصل. الطريقه الرابعه هي الwash pouring، water is pumped through هاي هنا اكو ار نقص. a hollow road that may or may not be equipped with a drill bit to remove soil from a borehole. طبعا تكون يعني هاي نستخدم هنا الماء المضغوط، الماء يعني بعد عملية الحفر راح نستخدم البريشر ووتر حتى يخرج لنا هذا ال خلينا نقول التربة ممكن ان نجمعها وناخذ من عندها عينات. ايضا لها ادفانتج وديسادفانتج، كان بيوزد ان ديفيكالت التيرين، يعني ممكن نستخدمها في المناطق الوحلة والصعبة. low equipment costs، يعني تكلفة هاي المعدات تكون واطئة. used in encased holes، ما نحتاج ان نسند جوانب الحفر. ايضا محدودة الى 30 متر، الحفر يكون بطيء خصوصا بالتراب الطينية القوية والحصى واكيد الصخور. difficulty in obtaining accurate location of groundwater level، ما ممكن ان نحصل على او صعوبة ان نحصل على موقع الجراوند ووتر ليفل مياه الجوفيه بدقه، لان احنا نستخدم بها ماء وبالتالي يكون من الصعب تحديده. اندستربسونز كان نوت بي اوبتيند، ما ممكن ان نستخدم على عينات غير مشوشه، السبب لان هذا الماء مضغوط هاي بريشر ووتر فهو يشوش لنا التربه. لهنا ان شاء الله المحاضره الاولى تكمل. اي سؤال او استفسار ان شاء الله نتواصل.